واحد من مشاهدي سيد سيفن بيقول من مدة سنة وأكثر تعرضت لمشاكل كثيرة مما غير حياتي كلها في تفكيري وتعاملي مع الآخرين، ومن هذا الوقت أنا أشعر بضيق وأفقد قيمة ما أفعله سواء من صلاة أو اعتراف أو اجتماعات روحية، وأريد أن أخرج من هذه الدائرة ولا أستطيع. ما تخليش التجارب والمشاكل تنتصر عليك، يا ريت أنت اللي تنتصر عليك. وعلى أي الحالات التجارب والمشاكل هتكون بسبب أشخاص، والأشخاص دول كأي ناس معرضين للخطية. هذا لا يجعلك تفقد سلامك القلبي وتفقد قيمة ما تفعله من صلاة واعتراف الأرض، حتى لو كانوا ناس لهم طابع ديني. برضو السيد المسيح حاربوه أشخاص لهم طابع ديني أيضا، كالكهنة والكتب والفريسيين، كل دول. معلش انتصر على نفسك.